عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد دائما في قناتكم فضاء صفاء. الفيديو ديال اليوم متميز جدا، الفيديو ديال اليوم فلوغ من شمال المغرب. غادي نشارككم فيه العطلة ديالي في شمال المغرب في مختلف المدن المتواجدة في هذه المنطقة الرائعة والسياحية ومعروفة بالشواطئ ديالها وبالتراث والتقاليد ديالها. فكيف تتشوفوا هنايا وصلنا لهذا المنطقة، هنايا يلا غادي نخرجوا من طريق السيار، فغادي نخليكم مع هذه المشاهد من الطريق مرورا بميناء طنجة المتوسط. طبعا هذا الميناء الرائع اللي انا اول مرة ندوز حداه، ف يعني صح من صروح المملكة، يعني عجبني بزاف، شي حاجة كبيرة وضخمة وفي المستوى ديال المملكة. ثم مباشرة غنتوجهوا لمدينة المضيق كيف قلت لكم، اللي هي أيضا من المدن الساحلية المتواجدة في الشمال واللي معروفة بالإقبال الكثير ديال الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة عليها. فترة الصيف تتميز بسهراتها بمهرجان الشواطئ اللي عرفها الصيف أكبر سهرات، تتميز أيضا بتواجد الإقامة الملكية في هذه المدينة، فبزاف الحاجات تميزوا مدينة المضيق وتخليوها جميله بزاف. فهنا الوجهه ديالنا، ومني غادي نوصلوا غادي نرتاحوا شويه وغادي تبدا العطله ديالنا ان شاء الله. ولاننا في مدن ساحليه فاكيد الاطباق المفضله هي السمك. هنا من بعد ما وصلنا فكان الغداء ديالنا وجبه شهيه من اسماك اللي تتميز بها المنطقة. طبيعة الحال من بعد الغداء ارتحينا شوية من الطريق، ثم خرجنا الكورنيش مدينة المضيق هو اللي ستشوفوه أمامكم الآن. خذينا جولة بالسيارة ثم نزلنا وكملنا الجولة مشيا على الأقدام. طبيعة الحال تنعرفوا حنا المدينة لأن من الصغر وحنا تنجيو لهاد المناطق فحافظينها، بالنسبة لنا ماشي شي حاجة اللي جديدة، فتنعرفوا فين نمشي ومنين نخرجوا ومنين ندخلوا، فتنحسوا اننا مستانسين بهاد المدن ديال الشمال. وصباح اليوم التالي كتشوفوا جولة صباحية. خذنا فيها بعض المستلزمات والحاجات اللي كانوا خاصينا، ثم توجهنا مباشرة لسمير بارك. هذا البارك أيضا المميز جدا واللي زوين وتعجبني، يعني كل ما تنمشي للشمال تنمشي له، يعني لدرجة أن أول يوم لينا فما مشيناش للبحر ولكن فضلت نجي لسمير بارك لأنني زعما كنا تنستمتع فيه وكنت متأكدة أن الأطفال أيضا غادي يستمتعوا، فكانت أوقات جدا رائعة وفعلا استمتعنا، والثمن ديالو مناسب صراحة وزوين وعائلي، يعني أي واحد فيكم يزور مدينة المضيق أو الفنادق أو تطوان فنصحو يجي لهذا البارك لأنه فيه مرافق ممتعة ممتعة، يعني خصكم تزوروه. والقليل من الجاكوزي تحت أشعة الشمس. أكيد وقت للسباحة تحت أشعة الشمس بلادنا الغالية طبعا، وصيف المغرب اللي ما بحالو صيف وأوقات ممتعة دائما مع الأطفال.
مشهد من الأعلى تشوفوا سمير بارك راه هو قريب للشاطئ. وقت التزحلق هذا البارك الصغير خاص للأطفال زعما ومؤمن في الحقيقة. المهم دوزنا يوم ممتع للغاية، أخذت لكم منه هذه المقتطفات، وفي الليل خرجنا كما العادة. مشينا كلينا شوية لشوية السردين اللي في المرسى، ضروري شوية ديال السردين ما تنشبعش منها، فهبطنا للمرسى وخطيناها 15 درهم لا غلا عليها مسكين. شوية تتشبع وغزالة وبنينة ونديدة. ثم في اليوم الاخر غادي نتوجهوا للشاطئ. هنا توجهنا بالضبط للشاطئ الريفيين، تتواجد ما بين مدينة المضيق ومدينة الفنادق. ايضا هذا الشاطئ جميل ومعروف بالنظافة ديالو، معروف بالكالم اللي فيه، يعني هادئ نوعا ما مقارنة بشاطئ المدينة اللي كاين على الكورنيش. بعد ما رجعنا للمنزل فاليوم غادي ناكلوا الطيبات، هادو جبناهم معنا من مكناس لاننا سافرنا مباشره مور العيد، فجبنا معنا شويه الطيبات وشويناهم هنايا وغادي ناكلوا حقنات العيد. المهم ما فرطناش فيه. ثم من بعد خرجنا وضروري ما يمكنش تجي للشمال وما تاكليش زعزع، عصير زعزع طبيعة الحال اللي معروف، كنت ذكرته في الفيديو اللي سبق وبزاف الناس ما عرفوش. المهم زعزع هو عصير كوكتيل الفواكه ومعروفة به منطقة الشمال وتسميوه بهذا التسمية زعزع، فهكا تعودنا. ما عرفتش أصل التسمية ولكن المهم هكا سميته، اللي مازال ما جربوا يجربوا، اللي مازال ما ذاقوا يذوقوا. وهذه من الكاميرا ديالي تنصور لكم كورنيش مدينة المضيق، ليل مدينة المضيق، أضواء مدينة المضيق الساحرة والرائعة. كتشوفوا نظافة الشوارع تتميز هاد المنطقة. هنا في اليوم اللي بعده فضلنا نمشيو نقضيوه في مدينة الفنادق. بطبيعة الحال مدينة الفنادق معروفة بالأسواق اللي فيها والسلع اللي فيها، لأن تكون فيها السلع اللي تتدخل من بوابة سبتة، سلع من إسبانيا، فتتكون كاين رواج كتير هنايا في هذه المدينة. المهم باختصار صورت لكم الجولة ديالنا اليوم كامل قضيناه هنا في مدينة الفنادق. كتشوفوا هذه هي الشارع، ثم كاين الأسواق الداخلية أو القيصريات اللي هما هادو تلقاو فيهم كل السلع، يعني الغذائية، التجميلية، مواد التنظيف، النظافة الشخصية، الملابس. حيا على الصلاة. حيا على الفلاح. حيا على الفلاح. كنش نوصل حتى لهاد المنطقة أو هاد النقطة الحدودية
ما نصورش لكم السبتة المحتلة اللي هي جزء من لا يتجزأ من المملكة المغربية، زعما رغم الحدود رغم كل شيء، فاش توصلي لباب السبتة تحسي ان طرف من البلاد تما، فهذه هي مدينة السبتة. ثم استمرت الجولة المسائية ديالنا، حنا غادي نتوجهوا كتشوفوا هنا في كابو نيغرو، غادي ندوزوا لكابو نيغرو او الرأس الأسود، ثم غادي نتجهوا لمدينة مارتيل. هنا في مدينة مارتيل كنا مديرين واحد المعرض زوين، يعني فيه مختلف المعروضات، وفيه معروضات من الهند، من مصر، من سوريا، من المغرب ايضا، فصورت لكم ايضا بعض المشاهد من هذا المعرض. دخلنا المارتيل وشوارع مارتيل ايضا اللي تهيئة تتعرف واحد الاكتظاظ في فترة الصيف. كورنيش مدينة مارتيل، ومن كورنيش مدينة مارتيل غادي نقول لكم الى اللقاء. الجولة ديالنا في شمال المغرب مازال ما سالات، هذا الفيديو ليه تتم ان شاء الله. استودعكم الله، والى اللقاء في الفيديو المقبل.